أخيرا أيها الأحبة، لا نعمة أفضل من نعمة الإسلام، ولا حسد أكبر من الحسد على الدين. أخيرا أيها الأحبة، الحرية المطلوبة هي في تطبيق شرع الله. أخيرا أيها الأحبة، نطالب بالحرية للمرأة المسلمة التي اختطفوها ظلما واعتقلوها في كنائسهم، التي يراودونها على الكفر، وكل من رضي بذلك فهو ضال منحرف، وكل من شارك في ذلك فهو ضال منحرف. أخيرا أيها المسلمون، ننبه أن هذه المرأة هي أختي وأختك، هي ابنتي وابنتك، هي أمي وأمك، ولن نرضى أبدا أن تعود إلى الكفر مرة أخرى. سكتنا على وثائق التنظيم، سكتنا على فنادق المنيا، سكتنا على غيرها إلى متى نسكت؟ حتى يتحول المسلمات إلى كافرات؟ أين هيبة الدولة؟ ألا تكون هيبة الدولة إلا علينا؟ أين هيبة الدولة؟ هل طارت الكريسه دولة داخل الدولة؟ إذا لا نأخذ ذلك ونواه نداه إله مطلقا لا هداية أعظم من الهداية في الإسلام، ولا يمكن التفريط أبدا في ظافر امرأة مسلمة، فما بالك في التفريط فيها؟ فما بالك في قبولنا أن تعود إلى الكفر مرة أخرى؟ هل صارت الكنيسة صوتا مسلطا أو سيفا مسلطا على رقابنا؟ فلتذهب الكنيسة إلى الجحيم وليأخذ الحق والحق، فإن كلمة التوحيد لا إله إلا الله شعار الإسلام وعلم الملة، ولا يقبل أبدا أن تعود امرأة مسلمة إلى الكفر. نرفضه ولا باب ولا نريده، ولا نخشى في ذلك أحدا، ولا نخشى في ذلك لومة لائم، لأنه الحق الذي لا يجب غيره، لأنه الصدق الذي لا يجب غيره. إننا من قلوبنا ندعو لهذه المرأة المسلمة، ونتمنى لها أن تثبت على الإسلام وأن تعود إلينا مرة أخرى، ولن نقبل أبدا بأن يكون هؤلاء الأنجاب سيفا مطلقا على رقابنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد، اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد، اللهم أعز المسلمات، اللهم ثبت المسلمات، اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، اللهم تقبل منا الصلاة والصيام وصالح الأعمال، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة.